إن شاء الله ونكمل بهذه المحاضرة. في بداية الستينات انطلقت فكرتان، فكرة قومية ألا وهي منظمة التحرير، وفكرة وطنية قطرية ألا وهي حركة فتح. لكن من نجح بالأول أو ظهر للنور بالأول هي فكرة منظمة التحرير، الفكرة القومية، والتي كان رائدها أحمد الشقيري. وبالفعل أحمد الشقيري أسس منظمة التحرير وكان هو أول رئيس لهذه المنظمة. لكن بعد هزيمة حزيران 1967 تعززت فكرة حركة فتح ألا وهي الفكرة الوطنية القطرية. بعد الهزيمة النكراء التي ألمت بالعرب وكل استعداداتهم وكلامهم كان هباء تدروه الرياح. ومن هنا سنتكلم عن حركة فتح رائدة الفكرة القطرية الوطنية. إذن عنواننا اليوم هو فصائل منظمة التحرير. بعد استقالة أحمد الشقيري بعد هزيمة حزيران عام 1967 اجتمع المجلس الوطني في الدورة الرابعة مرة أخرى واختير يحيى حمودي رئيسا لهذه المنظمة، وعقد هذه الدورة. وكان من أهم قراراتها أن تكون منظمة التحرير هي المظلة الشرعية للشعب الفلسطيني، وأي فصيل فلسطيني يتم تأسيسه ينضوي تحت لواء هذه المنظمة. ورفضوا قرار 242 والانضمام للأردن. في هذه المرحلة كانت حركة فتح قد تشكلت وتكونت، فتحت ذراعيها للكل للجميع. من أراد المقاومة وأراد التحرير فلينضوي تحت لواء حركة فتح. وحركة فتح هي صاحبة الفكرة الأولى للكفاح المسلح. فمن أجل ذلك عندما اجتمعت الدورة الرابعة كان معظم المؤتمرين قد انضموا لحركة فتح. لذلك قاموا باختيار في الجلسة في الدورة الخامسة لمنظمة التحرير، تم اختيار ياسر عرفات ألا وهو رئيس لحركة فتح وأصبح رئيسا لمنظمة التحرير. أما فكرة منظمة حركة فتح فهي فكرة طلبة فلسطينيين كانوا يدرسون في الجامعات المصرية، ثم التقوا بعد ذلك وعلى رأسهم أخونا أبو جهاد وأخونا أبو إياد والأخ أبو عمار. ثم بعد ذلك انتقلوا للعمل، أصبحت الكويت دولة فيها مشاريع وفيها إمكانيات للعمل، فانتقل هؤلاء الطلبة للعمل في الكويت. وهناك التقوا مرة أخرى، وفي تلك اللحظات أعلنوا عن انطلاقتهم، وكانت الإعلان عن انطلاقتهم لها ميزة أو لها خاصية، وذلك أنه كان في انطلاقتهم قاموا بعملية عسكرية في عملية أطلق عليها عملية عيلبون. وفي تلك الأيام كان هناك انعقاد قمة عربية في مصر في القاهرة، فكانت هذه العملية بمثابة إعلان وموجهة لثلاث جهات. الجهة الأولى للعرب، أن هناك ظهر فصيل فلسطيني صاحب حق وهو الذي سيدافع ويقوم بالعمل من أجل تحرير فلسطين. والرسالة الثانية للحركة الصهيونية لليهود، وهي رسالة تقول لهم أن أصحاب الحق لن يسكتوا ولن يستكينوا، وإنما سيقومون بالعمل الثوري والمسلح من أجل تحرير أرضهم. والرسالة الثالثة كانت موجهة للشعب الفلسطيني الذي ذاك مرارتان، مرارة هزيمة النكبة ولاحقا هزيمة النكسي، أن الشعب الفلسطيني يوجد لكم قيادة ويوجد لكم حركة ويوجد لكم مقاومة ستقوم على تحرير فلسطين إن شاء الله. استمرت هذه الحركة في التبلور، وهذه الفكرة كانت تقريبا مع نهاية انطلاق العملية التي تمت، عملية عينبون، كانت تقريبا في نهاية 1964 في 29/30/12/1964. ولذلك عندما تم الإعلان بعد العملية كانت قد دخلت السنة الجديدة 1965، فتعتبر اليوم انطلاقة حركة فتح هي 1/1/1965. وكل عام في هذا الموعد يتم الاحتفال بذكرى انطلاقة هذه الحركة العملاقة.
فتحت أبوابها حركة الفتح للجميع، لمن يريد الكفاح، لمن يريد النضال، لمن يريد العمل، لمن يريد التدرب على السلاح من أجل تحرير فلسطين، فأهلا وسهلا به. فانضم إليها العديد من الناس، متدينين وغير متدينين، وكل من أراد العمل المسلح والكفاح من أجل تحرير فلسطين فانضم تحت لواء هذه الحركة العملاقة الكبيرة. وبما أنها فتحت أبوابها للجميع ودخل فيها كل التيارات، تعيب عليها التيارات الدينية أنها حركة علمانية، لكن هذا ليس صحيحا بالضرورة. فإخواننا القادة العظام الذين أسسوا هذه الحركة كانت توجهاتهم دينية، وعلى رأسهم أخونا ياسر عرفات وأبو جهاد، كانت توجهاتهم مع الإخوان المسلمين في البدايات، لكن لم يروا في هذه الحركات من يريد أن يناضل ويكافح لأجل تحرير فلسطين، فأسسوا هذه الحركة التي تنادي بالكفاح المسلح وتحرير فلسطين. وهناك عيب آخر تعيب عليها الحركات والفصائل الأخرى، خاصة بعد اتفاق أوسلو، أنها تخلت عن مبادئها. لكن حركة فتح تناور في هذا الموقف، وقادتها يناورون ويقولون أننا نتماشى مع الوقت مع التيار، نحن نريد المناورة حتى نستطيع أن نحصل على حقوقنا أو بعض من هذه الحقوق. هذا إذن هذا بالنسبة للأمين، الحركة الأولى حركة فتح من فصائل منظمة التحرير. الحركة الثانية أو الجبهة الثانية هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة فتح انطلقت عام 1965، والجبهة الشعبية أسسها انطلقت بقيادة ياسر عرفات، والآن هي بقيادة الأخ أبو مازن محمود عباس. أول زعيم لها ياسر عرفات، وآخر زعيم لها حاليا محمود عباس. أما بالنسبة للجبهة الشعبية فهي حركة يسارية انبثقت عن القوميين العرب بعد هزيمة حزيران عام 67. يعني انطلاقة الجبهة الشعبية كان سنة 1967، هنا سنة 1960 65، هنا سنة 1960 67، عن حركة القوميين العرب، وعلى رأسهم جورج حبش والأخ وديع حداد. قاموا بتشكيل هذا الفصيل، فصيل مقاتل من أجل تحرير الأرض، تحرير فلسطين. وكان أول بيان لهم في 11/12 سنة 1967. تبنت الكفاح المسلح واهتمت بتدريب عناصرها، وخاصة على الشارع الفلسطيني والعربي، لكن الجبهة الشعبية استهلكت الكثير من جهدها في القضايا الأيديولوجية وعلاقتها مع الحركات التحرر العالمية الأخرى، بحيث طغت على قضايا الصراع ضد الاحتلال، مما أدى إلى انشقاقها وإضعافها، مثل انشقاق الجبهة الشعبية القيادة العامة، وانشقاق الجبهة الديمقراطية أيضا عن هذا الفصيل. خاضت هذه الجبهة عمليات مميزة ونوعية، ولكن كان من أهم العمليات التي قامت بها هذه الحركة أو هذا الفصيل هو اختطاف الطائرات، طائرات احتلال خطفوها وتوجهوا بها إلى الأردن. ولكن ردود الفعل السلبي على هذه العمليات جعل على عملية خطف الطائرات جعل هذه الجبهة تغير سياستها، وبدأت شعبيتها بالانحسار أكثر بعد تبنيها الخط الماركسي. يعني فكرتها ماركسية، قوميين العرب كانت أفكارهم ماركسية، ففكرة هذه الجبهة ماركسية. قامت بالعديد من العمليات صح، إلا أن قضية خطف الطائرات انتقدها معظم دول العالم، ومنها أيضا دول عربية وإسلامية، وهذا من أسباب انحسارها أو ضعفها، لأنها تلقت هذه الاتهامات وتلقت هذه الانتقادات من كل دول العالم، ودعمها بدأ يخف، وخاصة أن أفكارها يسارية بعيدة كثيرا عن أفكار معظم الشعب الفلسطيني. الجبهة الثالثة هي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهذه كانت سنة 1960 سنة 1969. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
تأسست في سنة 69 بقيادة نايف حواتمي. الغريب أن نايف حواتمي هنا فكرة مداخلة بسيطة ليس بفلسطينيا، وإنما هو أردني من منطقة الصلد، أسس فصيل فلسطيني. وبما أن الجبهة الديمقراطية أصلا انشقت عن الجبهة الشعبية، فمن البداية يجب أن نقول أن كانت أفكارها ماركسية أيضا، حتى أنها كانت أكثر تشددا من الجبهة الشعبية في أفكارها الماركسية. إذن هي تأسست بعد انشقاقها عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تبنى أصحابها الفكر الماركسي اللينيني الذي تركز على الطبقة العاملة على اعتبار أنها رائدة التحرر. يعني هذول بيعتمدوا في أفكارهم على أن الطبقة العاملة هي الطبقة الكادحة، هي الطبقة التي تقوم على عاتقها دائما الثورات وضد البرجوازيين المتعفنين. إلا أن فتبنوا الفكر الماركسي اللينيني قاموا بالعديد من العمليات إنها لم تصر على البعد الثوري الماركسي الليبراليني في إسقاط الأنظمة العربية. يعني أنتم أصحاب أفكار ماركسية ضد البرجوازيين، فلماذا لم توجهوا انتقاداتكم وحركاتكم أيضا ضد البرجوازيين العرب؟ لأن أنظمتنا العربية في معظمها أنظمة برجوازية عفنة، فكانوا هم يبتعدون عن المساس بالأنظمة العربية البرجوازية الفاسدة. واتجهت نحو الاعتراف بالواقع. يعني هي ممكن أن نقول هنا أول فصيل أطلق فكرة التعامل مع الواقع، أي وجود إسرائيل، وذلك حينما تبنت فكرة سلام مع إسرائيل بقيام على أساس دولتين لشعبين على أساس قرارات الشرعية الدولية. فهي فكرة السلام وإقامة دولتين فكرة قديمة ليست من أيام أوسلو، وإنما من قبل ذلك بكثير تبنتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. ثم الحركة الرابعة والتي أيضا انطلقت وانشقت على الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية القيادي العامي، الجبهة الشعبية القيادي العامي. وهنا يمكن أن نشير إلى قضية معينة. الجبهة الشعبية القيادي العامي أصلا قبل ظهور هذا الاسم كان اسمها جبهة التحرير الفلسطينية، التي انطلقت بنهاية الخمسينات بقيادة أحمد جبريل، بعدها انضمت إلى الجبهة الشعبية عندما انطلقت الجبهة الشعبية في 67، لكن الخلافات بينهما أدى إلى انشقاق الجبهة الشعبية عن الجبهة الشعبية القيادي العامي، كما انشقت الجبهة الديمقراطية أيضا وظلت بقيادة أحمد جبريل، ولكن أطلق عليها الجبهة الآن الاسم الجديد الجبهة الشعبية القيادة العامة. فيجب أن نكون منتبهين أن فكرة تأسيس هذا الفصيل هي في نهاية الخمسينات عندما كان يطلق عليه اسم جبهة التحرير الفلسطينية. تعود في جذورها إلى نهاية الخمسينات في 59 عندما تشكلت جبهة التحرير الفلسطينية ودعت إلى حرب العصابات. كانت لدى الجبهة وعلى رأسها أحمد جبريل الرغبة في العمل، إلا أن مكانتها كانت ضعيفة وخاصة بسبب الإمكانات المادية الضعيفة. أعلنت الجبهة أن الشعب الفلسطيني يتحمل بسند من العرب من الجماهير العربية المسؤولية الأولى في تحرير فلسطين، وأن الوصاية على الشعب الفلسطيني مرفوضة. يعني إحنا فلسطين عربية لكن تحريرها يقع على عاتق الشعب الفلسطيني، واحنا ماخذين كأنه توفيض من العرب جميعهم من اجل هذا التحرير، وما لا نريد اي وصاية من العرب على الشعب الفلسطيني. وبالتالي الشعب الفلسطيني حر في انطلاقاته في تحرير ارضه. ورفضت الجبهة الشعبية في البداية فكرة انشاء منظمة التحرير، من الحاجات اللي كانت مرفوضة، لانها اصلا كنا هي تأسست في نهاية الخمسينات، فكانت بالنسبة لها فكرة منظمة التحرير فكرة قومية مرفوضة، وأنها أن قصة هي إنشاء منظمة التحرير ستعمل على امتصاص حماس الجماهير الفلسطينية وبالتالي إضعافهم. انضمت للجبهة الشعبية عام 67 لأنها شقت عنها وشكلت الجبهة الشعبية القيادة العامة، تؤمن بالعمل المسلح ضد إسرائيل، ولهذا ركزت على العمليات الدقيقة والنوعية في العمل العسكري، وهي تؤمن بعبورة القضية وإسلاميتها وترفض التحركات السلمية وما ينجم عنها من اتفاقيات. يعني باختصار اتفاق أوسلو
بالنسبة للجبهة الشعبية القيادة العامة مرفوض. هذه أهم الفصائل المنظمة التحرير وليس جميعها، لأنه في فترة من الفترات وصلت فصائل الفلسطينية إلى أكثر من 30 فصيلا، لكن نحن سنركز على أهم هذه وهذه أهمها. من هذه الفكرة المختصرة عن هذه المنظمات يمكن أن نستخلص بعض السمات أو الصفات، ولكنها للأسف الشديد صفات سلبية لفصائل منظمة التحرير. الصفة الأولى السلبية، عانت الفصائل من الانشقاقات، مثل ما رأينا انشقاق الجبهة الشعبية والجبهة الشعبية القيادة العامة الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية القيادة العامة عن الجبهة الشعبية، حتى أنه وصلت مرحلة ما انشقاق في الانشقاق. يعني على سبيل المثال هنا الجبهة الديمقراطية انشقت على الجبهة الشعبية، في فترة لاحقة انشق مجموعة من الشباب من الجبهة الديمقراطية وأسسوا حزب فداء ياسر عبد ربه. يعني الجبهة الديمقراطية انشقت هنا وانشق على الجبهة الديمقراطية حزب آخر ألا وهو حزب فداء الذي تأسس لاحقا بعد أوسلو. فعانت هذه الفصائل من انشقاقات كثيرة حتى أنه حصل انشقاق في الانشقاق. لم تلتزم أغلب الفصائل بما أعلنت عنه في مبادئها وبدأت بالتنازل. يعني على سبيل المثال نأتي إلى في المؤتمر الرابع في الدورة الرابعة، معظم الذين كانوا يجلسون في الدورة الرابعة عندما استلم يحيى الحمودي هم من أبناء حركة فتح أكثرهم، وكانت من أهم المبادئ في الدورة الرابعة هي تحرير فلسطين بالكامل. لكن بعد اتفاق أوسلو ألا يشير هذا الكلام إلى تنازل؟ اعتراف من تحرير فلسطين بالكامل إلى اعتراف بجزء من فلسطين. طورت الفصائل عقلية التبرير، ودائما من يبرر هو الضعيف. عقلية التبرير، لماذا عملت كذا؟ لأنه كذا وكذا. يعني هيلاقوا الجواب، وما شاء الله فصائلنا الفلسطينية لديها القيادات القادرة على التبرير إلى ما لا نهاية. عملية التبرير هي كما قلت بتكون بالنسبة للشخص الضعيف، ولكن هي تستخدمها لمواجهة الانتقادات الموجهة لهذه الفصائل. طولت في أغلبها الولاء السياسي، الولاء ليس للوطن، الولاء للفصيل ولقائد الفصيل، فأصبح قائد الفصيل بالنسبة لهذه الفصائل هو الدرجة الأولى وليس الوطن كما هو متعارف عليه وما هو مطلوب. قادة هذه الفصائل لا يختلفون كثيرا عن قيادات العربية الفاسدة من حيث التمسك بالكرسي، كل واحد فيهم قاعد على الكرسي بديش كوم عنه، فهم في ذلك يشبهون القيادات العربية مع الأسف الشديد. عدد الفصائل أكبر من حجم الشعب الفلسطيني، قلنا قبل قليل أنه في وصل في مرحلة ما كأصبح عدد الفصائل الفلسطينية أكثر من 30 فصيلا، حتى يمكن يقال أنه وصل إلى حد 40. هذه فكرة عن أهم الفصائل، أهم فصائل منظمة التحرير. في نهاية الحديث عن الفصائل الفلسطينية، لكن هذه الفصائل التي تكلمنا عنها هي فصائل منظمة التحرير. ظهرت هناك فصائل أخرى، فصائل إسلامية، هذه يمكن أن نسميها فصائل وطنية، وتلك الفصائل فصائل وليست منضوية تحت لواء منظمة التحرير، رغم أنه كمان مرة في الدورة الرابعة تم الاتفاق أو الإعلان على أن أي فصيل سيتأسس ستكون منظمة التحرير هي المظلة الشرعية للشعب الفلسطيني بالكامل. لكن هذه الفصائل التي سنتحدث عنها الآن ليست في إطار منظمة التحرير. في بداية الثمانينات انتعشت الفكرة الإسلامية داخل فلسطين لدى الشعب الفلسطيني لعدة أسباب. السبب الأول انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والثورة الإسلامية في إيران بدأت على يد الخميني وانتهت بإطاحة حكم الشاه الملكي المستبد، وهذه عززت هذه الانتصار عزز فكرة الدين والعودة للدين والعودة للإسلام لدى أبناء الشعب الفلسطيني. اثنين، انحدار الحركة الوطنية، مثل ما رأينا انشقاقات وخلافات، فهذا مؤشر إلى تراجعها وتخلفها قليلا وبعد محاولة ابتعاد الناس عنها. كما أن هناك انتهاج فكرة النهج الإسلامي في فلسطين
بدأت مقبولة لدى الجميع، ونرى ذلك في عند إخوتنا في عرب 48 مثل ما بنشوف أخونا رائد صلاح وتيار إسلامي جارف يكون في تلك المنطقة لدى إخوتنا في الأرض المحتلة 48. شجع المد الإسلامي على الانطلاق في تشكيل أذرع، من هنا هذه الأسباب أدت إلى تشكيل أذرع عسكرية تقاوم الاحتلال. أول فصيل من هذه الفصائل سنتكلم عنه هو حركة الجهاد الإسلامي. حركة الجهاد الإسلامي تأسست تقريبا في نهاية السبعينات ومع بداية الثمانينات، في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات على يد شباب مجاهد كان في المعتقل، وعلى رأسهم الأخ فتحي الشقاقي وعبد العزيز عودي. وهم في داخل المعتقل رأوا المناكفات والخلافات بين الفصائل الفلسطينية ورأوا توجهاتها، وعندما خرجوا تبللت له لديهم أفكار معينة تميل إلى الأفكار الدينية أكثر، وأسسوا هذا الفصيل، وحاولت هذه الحركة تعزيز صفوفها داخل الوطن من خلال العمل العسكري، إلا أنها بقيت مقيدة بضعف إمكانياتها، وهذا حال جميع تقريبا معظم الفصائل الفلسطينية اللي هي ضعف الإمكانات المادية. تميزت أيضا بحاجة أخرى اللي هي انفتاحها على الجميع، يعني أفكارها وأصحاب هذه الفكرة، فكرة حركة الجهاد الإسلامي، ليسوا متعصبين، عندهم الاستعداد للعمل مع التيارات الماركسية من أجل تحرير فلسطين، وعندهم الاستعداد للعمل مع التيارات الإسلامية الأخرى مثل حركتنا بحركة حماس، وعندهم استعداد للعمل مع حركة فتح. ليس لديهم التعصب الموجود في بعض الفصائل. اشتهرت هذه الحركة بعملياتها النوعية الجهادية النوعية في خاصة في الانتفاضة، انتفاضة الأقصى والانتفاضة الحجارة، وخاصة العمليات الاستشهادية، مما أكسبها هيبة ووقارة وشعبية وجعلها محط أنظار عالمية. ولهذا تتحرض الحركة لحملة واسعة من التشهير والوعيد من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. ومن أهم مبادئها أن فلسطين أرض إسلامية مقدسة، والتنازل عنها يتناقض مع الفكر والفقه الإسلامي، وبالتالي الحلول الاستسلامية الحلول مع الجانب الإسرائيلي بالنسبة لهذه الحركة مرفوض تماما، على اعتبار بالنسبة لهم أن فلسطين هي إسلامية عربية من البحر إلى النهر. كما مر بالنسبة لهذه الحركة ما يميزها عن الحركات الأخرى عدم التعصب، عندها استعداد للتعامل مع أي فصيل أو أي تيار ثاني يريد العمل على تحرير فلسطين، وبالنسبة لهم فلسطين أرض مقدسة وأرض لا يمكن التنازل عنها، وبالتالي الحلول السلمية بالنسبة لهم مرفوضة على الجانب اليهودي الإسرائيلي. الثاني حركة حماس، هنا نقدر نقول بداية الثمانينات، حركة حماس 1987 ألا وهي الانتفاضة الأولى. الإخوان المسلمين حركة عالمية على مستوى العالم، ولها مد كبير ودعم واسع مالي وغير مالي وسياسي، إلا أن عملهم على الساحة الفلسطينية لم يظهر إلا عندما انطلقت الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة عام 1987. قبل ذلك عملهم تقريبا شبه محدود أو شبه معدوم. فعندما انطلقت الانتفاضة الأولى سنة 1987 8/12/1987 على يد أسسها الشيخ أحمد ياسين، عندما انطلقت الانتفاضة الأولى انتفاضة الحجارة أسسها الشيخ أحمد ياسين، فإذا أول زعيم لها هو أحمد ياسين، والآن هو زعيمها، ثم انتقلت الزعامة إلى عبد العزيز الرنتيسي بعد استشهاد أحمد ياسين، بعد استشهاد عبد العزيز الرنتيسي استلمها خالد مشعل، ثم استلمها بعد خالد مشعل حاليا إسماعيل هنيه في قطاع غزة. هذا بالنسبة للتأسيس. وعندما تأسس في الانتفاضة الأولى عملت لها ذراعا عسكريا أرعب وزلزل الكيان اليهودي الإسرائيلي، وهو كتائب عز الدين القسام، وكان من أشهر قيادات هذه الحركة أو هذه الكتائب
الأخ الشهيد بإذن الله أخونا يحيى عياش الذي كان على عاتقه إعداد الاستشهاديين وإعداد العبوات الناسفة، لكن استطاعت إسرائيل أن تطال هذا المجاهد الكريم عن طريق عملائها عندما اغتالته وهو في قطاع غزة، رغم أنه من الضفة الغربية من بلدة تدعى رفات. فهذه اختلفت الحركة عن بقية الحركات الأخرى أنها هي امتداد لحزب عظيم قوي ذا إمكانيات مادية واسعة، فلم نلحظ في هذا التيار انشقاقات كما حصل في الفصائل الأخرى خاصة فصائل منظمة التحرير. فصيل قوي وإمكاناته المادية واسعة، لكن يمكن الإشارة هنا إلى قضية أن أعمالها العسكرية قوتها العسكرية أكبر من ثقلها السياسي، لأنها برامجها الاجتماعية والسياسية تقريبا تكاد تكون معدومة، من أجل ذلك يقال عنها أنها قوتها العسكرية أكثر من قوتها السياسية، وهو الفصيل الذي كما قلنا قبل شوي لم يبتلى بالانشقاقات كما حصل مع الفصائل الأخرى. لكن على خلاف الجهاد الإسلامي لديهم بعض التعصب، كما أن الحركة تعاني من نوع من التعصب يحجب عنها التفاعل السياسي مع الآخرين سواء كانوا من المستقلين أو من الفصائل الأخرى، وهي بذلك تعزل نفسها إلى حد ما عن المجتمع الذي تطمح لتوجيهه إسلاميا، وترفض حماس مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية القيادة العامة الاتفاق مع العدو أو التفريط بأي جزء من فلسطين لأنه حرام شرعا، فهي أرض وقف إسلامي كبقية أرض الشام. في نهاية الكلام أريد من أبناء الطلب أن ينتبهوا رغم أنني أنزلت على البورد على الـMS في بالنسبة لهذه الفصائل سنعمل التالي حاجات رئيسية مهمة يمكن تسهيل عملية الحفظ هذه المعلومات عنها كالتالي: تشكيل جدول، اسم الفصيل، سنة التأسيس، الرئيس الأول، الرئيس الحالي، أول مؤسسة تأسست سبقت الجميع كما قلنا هي منظمة التحرير، سنة التأسيس 1964-64، الرئيس الأول أحمد الشقيري، الرئيس الحالي محمود عباس أبو مازن. حركة فتح وهي التي تقريبا كنا انطلقت مع بداية انطلاق منظمة التحرير، حركة فتح الانطلاقة 1/1/1965، أول زعيم لها ياسر عرفات، الزعيم الحالي محمود عباس. الفصيل الثاني الجبهة الشعبية، سنة التأسيس 1967-67 بعد النكسة، أول زعيم لها جورج حبش، حاليا موجود بالسجن الله يفك أسره أحمد سعدات، لأنه بعد أن تنحى جورج حبش استلم رئاستها أبو علي مصطفى التي تم استهدافه بقذيفة صاروخية من قبل طائرات العدو في مكتبه في رام الله، وتم استشهاد واختير بعدها
يا أحمد سعدات إلا أنه داخل السجن. ممكن نقول حركة حماس أو عفوا الجهاد الإسلامي بداية الثمانينات، مش معروف بالضبط نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، أول زعيم لها فتحي الشقاقي الذي تم استهدافه في دولة أوروبية من قبل الموساد الإسرائيلي، وحاليا زعيمها زياد نخالة. الجبهة الديمقراطية، هاي الفكرة المهمة اللي بدي أبينها لكم، ممكن تعملوا الجدول في البيت وابحث يا سيدي عن أي فصيل فلسطيني وشوف اسم الفصيل، سنة التأسيس، الرئيس الأول، الرئيس الحالي، وبالذات الفصائل اللي مذكورة عندنا في الكتاب اللي هي الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية القيادة العامة، حركة فتح، حركة حماس، والجهاد الإسلامي. ركز على الستة هذول، احفظ البيانات هذه الرسمية عنها من خلال انك تعب الجدول، والبيانات موجودة. وإذا لقيت أي فصيل ثاني ممكن تضيفه للجدول معلومات عامة لك. ويعطيكم ألف عافية ومشكورين.